إذا كما شاهدتم متابعو في متابعي قناة الشوف تيفي تزامنا مع يوم الخميس طبيعة الحال وغدا الجمعة، أغلب الناس اللي ولات كتجي للمقبرة يوم الجمعة مساء عوض يوم الخميس عفوا مساء عوض يوم الجمعة. كما كتشاهدوا الجنبات ديال مقبرة السيد العربي عامرة بالناس المواطنين اللي جاو يزوروا وترحموا للأهل ديالهم والأحباب ديالهم. الناس جات ترحم العائلات والأحباب الأقارب ديالهم والجنبات ديال مقبرة السيد العربي كاملة عامرة بالناس اللي جاو بطبيعة الحال باش يترحموا عليهم. الناس ولات كتفضل انها تجي يوم الخميس مساء عوض يوم الجمعه عوض نهار ديال الجمعه. الناس الله يرحمهم اكيد الله يصبر الاهل ديالهم والاحباب ديالهم. اكيد كلنا عندنا عائلات واحباب واصحاب واقارب اللي مدفونين تحت التراب الله يرحمهم والله يكون معهم الله يثبتهم عند السؤال. اكيد هم السابقون ونحن اللاحقون. كما شاهدتوا الجنبات ديال مقبرة السيد العربي اللي عامرة الزوار اللي جاو يزوروا ويترحموا على العائلات والأحباب والأقارب ديالهم.